الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة للإمام ابن سحمان رحمه الله تعالى والتعليق عليها بما تيسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال، وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال، ولا يأنس بغير الله طرا سوى من قد يدل إلى المعالي، ويذكر ربه سرا وجهرا ويدمن ذكره في كل حال. هذه العلامة الأولى من علامات صحة القلب، وهي العناية بذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي هذه أو في الذكر لهذه العلامة يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في الفصل العاشر منه، قال: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. فالناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الأربعة نظم هذا التقرير الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان علامة صحة القلب. قال رحمه الله: علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال، أي من علامات صحة القلب وسلامته أن يكثر من ذكر الله دون أن يصيبه فتور أو ملل أو سآمة أو نحو ذلك، بل لا يزال معتنياً بالذكر محافظاً عليه. ذكر لذي العرش، ذي العرش أي العرش المجيد الذي هو أعلى المخلوقات وسقفها، وعليه استوى الرحمن كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله المقدس من التقديس وهو التنزيه، فالله سبحانه وتعالى مقدس أي منزه عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات. لذي العرش المقدس ذي الجلال أي الموصوف بالجلال سبحانه وتعالى، كما قال الله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وخدمة ربنا في كل حال، المراد بالخدمة هنا الطاعة ومداومة العبادة، وهي عبارة وجد التعبير بها عند بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى كما مرت العبارة عنده بذلك. والأولى من ذلك الإتيان بالعبارات والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، والمراد بها واضح والمقصد منها بين، وهو العبادة والمواظبة عليها والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى
كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل، فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل، فهذا محل إيمان العبد ومحبته لله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. فإذن هذه علامة مهمة، أن يأتي بالعبادة والذكر ويداوم على طاعة الله دون تكره ودون ملل ودون سآمة. ولهذا يقول: وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال، دون أن يكون منه عجز عن ذلك، بل بهمة عالية ونشاط متواصل، ودون أن يحصل منه ملال، والملال هو السآمة، أي لا يكون عنده سآمة. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي على العبد أن يكون هذا شأنه في العبادة والتذلل لله والتدرج بالطاعات، دون أن يحصل عنده سآمة من العمل أو ملل من العبادة. قال رحمه الله: ولا يأنس بغير الله طرا، ولا يأنس بغير الله طرا، طرا معناها جميعا. فعليه ألا يحصل عنده أنس، لا يحصل له أنس بغير الله، لا يأنس بغير الله طرا أي جميعا، سوى من قد يدل على المعالي، سوى من قد يدل إلى المعالي، أي لا يكون أنسه إلا يعني الأشخاص الذين يدلونه على المعالي ويعينونه على طاعة الله وذكره سبحانه وتعالى، بحيث تكون مجالسهم غنيمة له، فيصبر نفسه على الجلوس معهم ومصاحبتهم. فإن المؤمن ليس له أن يصاحب من شاء، لأن الجليس مؤثر في جليسه والصاحب مؤثر في صاحبه، فعليه ألا يأنس بغير الله طرا، لا يستثنى من ذلك إلا الأشخاص الذين يدلونه على المعالي، بحيث تكون صحبته لهم عون، تكون صحبته لهم عونا له على المعالي، أي معالي الأمور في باب الفضائل والأخلاق والعبادات والمعاملات والتعبدات، يعينونه على المعالي. ويذكر ربه سرا وجهرا، ويذكر ربه سرا وجهرا. والأصل في الذكر أن يكون سرا، أي بين العبد وربه تبارك وتعالى، ويكون جهرا في المواطن التي جاء فيها الجهر بذكر الله سبحانه وتعالى، في رفع مثلا الصوت بالتكبير، أو مثلا القراءة الجهرية في الصلاة، أو غير ذلك من المواطن التي شرع فيها الاتيان بذكر الله سبحانه وتعالى جهرا. ويدمن ذكره في كل حال، أي واظب على ذكر الله سبحانه وتعالى مواظبة مستمرة دائمة دون سآمة أو ملال. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، أي قائما وقاعدا وعلى جنبه و ماشيا وراكبا وداخلا وخارجا، في بدء الطعام وفي منتهى، في كل أحيانه يكون ذاكرا لله سبحانه
وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهو ثانيها إذا ما يفوت الورد يوما لاشتغال فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال. هذه العلامة الثانية من علامات صحة القلب. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما عظيما، وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. يقول ابن القيم أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. والورد أي الوظيفة اليومية الراتبة التي يعتني بها المسلم من صلوات وأذكار وقراءة قرآن، وينبغي للمسلم أن يكون له ورد يومي يواظب عليه ويعتني به. هذا فيما يتعلق بالذكر المقيد، وأما الذكر المطلق فهذا باب مفتوح يعتني به المسلم في كل أحيانه. لكن إذا فاته الورد، حصل له أمر طارئ وظرف اضطره إلى أن فاته الورد وأن شغل عنه، تكون حاله، وهذا من علامات صحة القلب، أن يتألم لفوات هذا الورد، أن يتألم لفوات هذا الورد تألما أشد مما يكون من صاحب المال والتجارة إذا فاته مثلا ربح معين أو مكاسب معينة. قال: فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال، فيكون تألمه أشد من تألم الحريص على مثلا المال أو عند فقد المال أو غير ذلك من الأمور، وذلك لعظم مكانة الذكر والورد اليومي عنده مواظبة عليه ومحافظة عليه. نعم. قال رحمه الله: ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل مالي. وهذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات صحة القلب، ونظم رحمه الله تعالى في هذا البيت قول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحته أي القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله ومنعا، يكون عنده شح بالوقت أشد من شح صاحب المال بماله، فذلك لأن الوقت أثمن ما يكون، والوقت ثمين وهو من ذهب، فصاحب القلب السليم عنده عناية دقيقة جدا بوقته، ولهذا يعتني بتنظيم وقته ووظائفه في يومه وليلته، ويجد أنه يتنقل من عمل إلى عمل مجاهدا نفسه على تحقيق رضا ربه سبحانه وتعالى، وعنده شح بوقته، ولا سيما إن دعاه داع إلى شيء فيه إثم ومعصية لله سبحانه وتعالى، فهو شحيح بوقته أشد ما يكون، ويجد أن من الخسران العظيم أن يصرف شيئا من وقته في أمور تؤثمه وتغضب ربه عليه، فلا يعطي أحدا من وقته لأشياء تسخط الله وتغضب الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها شحه بالوقت يمضي،
ضياعا كالسحيح ببذل ماله، فحاله مع الوقت كحال السحيح الذي لا يخرج منها المال والدرهم إلا بصعوبة، فهو سحيح بوقته مثل ما يكون السحيح بماله بل أشد من ذلك. فهذا فيه التنبيه على أن من علامات صحة القلب المحافظة على الوقت والرعاية له، وأن يكون في صباحه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ويأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه حفظا للوقت ورعاية له. والإنسان هو مجموعة من الوقت، الإنسان مجموعة من الوقت، سنوات وشهور وأيام وساعات، وينتهي هذا الإنسان في هذه الحياة بانتهاء الوقت المحدد له فيها، ولكل أجل كتاب، فيعتني بوقته عناية دقيقة، فإن هذا من علامات صحة القلب وسلامته. وقد قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من كتبه كلاما معناه: جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى ضاع الوقت لم يستدركه أبدا، متى ضاع الوقت لم يستدركه أبدا، لأن الوقت الذي يذهب لا يمكن أن يعود، والأيام التي تمضي لا يمكن أن تعود، وجميع المصالح مترتبة على الوقت، فإذا ضاع الوقت لم تتحقق للعبد مصالحه سواء منها الدينية أو الدنيوية. نعم. قال رحمه الله: وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحال، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. في هذين البيتين يذكر رحمه الله تعالى العلامة الرابعة من علامات صحة القلب، وهو هنا ينضم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بقوله: ومن علامات صحته أي القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. نظم ابن سحمان رحمه الله ذلك بقوله: وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحالي، غير انتحالي، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال، أي يجعل همه هما واحدا، وهو الاهتمام بنيل رضا الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى، هذا همه وهذا مقصده في هذه الحياة، اجتمع همه على هم واحد أن ينال رضا الله، فإذا أراد أن يقدم أو يحجم أو يفعل أو يترك، لا يفعل ولا يترك ولا يقدم ولا يحجم إلا في حدود هذا الهم الذي هو معه دائما وأبدا، أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، فينظر في الأمور التي سيفعلها هل هي من رضا الله، فإن كانت كذلك أقبل عليها وحمد الله، وإن كانت من الأمور التي ليس فيها رضا الله بل فيها سخطه تجنبها وابتعد عنها، فيجعل همه هما واحدا غير انتحالي، غير انتحال، والانتحال هو الانتساب الذي يكون بالزعم فقط والادعاء، الذي يكون بالزعم والادعاء، ومن السهل على الإنسان أن يقول أنا همي واحد هو رضا الله، لكن ليس المراد هو مجرد الانتحال، بل المراد أن تكون هذه فعلا هي حقيقة الحال، هذا معنى قوله غير انتحالي.
فيصرف همه لله صرفا، يجاهد نفسه على أن يصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا من علامته إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال، تناءى همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوال، ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بال، ويشتد الخروج عليه منها فيرغب جاهدا في الابتهال. وهذه العلامة الخامسة من علامات صحة القلب، وهي علامة تظهر عند حضور الصلاة ومجيء وقتها. والصلاة ميزان ومحك يومي، فكيف شأن الإنسان مع هذه الصلاة؟ وهل هذه الصلاة قرة عين له وراحة لقلبه، أو أنها شيء ثقيل وعبء إذا جاء يريد أن يتخلص منه، وحاله معها ليس أرحنا بالصلاة وإنما أرحنا من الصلاة؟ فمن علامات صحة القلب عظم إقباله على الصلاة وسروره بها وتعلق قلبه وانتظاره لها وفرحه بمجيئها وحلول وقتها وإقباله عليها، فهذه علامة عظيمة من علامات صحة القلب تظهر عند حضور وقت الصلاة. ونظم رحمه الله في هذه الأبيات قول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه، فهذه علامة من علامات صحة القلب تظهر عند مجيء وقت الصلاة. وبهذا نعلم أن الصلاة ميزان يومي يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، يزن فيه الإنسان نفسه وإيمانه. وفي الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالصلاة برهان على الإيمان ودليل عليه، وكل ما كان العبد أعظم إقبالا عليها ومحافظة كان ذلك من الدلائل العظيمة والشواهد البينة على صحة قلبه وسلامته. لكن إذا كان حاله إذا حضرت الصلاة يضجر ويتململ، وإذا دعي للصلاة تضجر، وإذا أقعد من النوم ليصلي غضب إلى غير ذلك، فهذا علامة ليست من علامات سلامة القلب وصحته، وإنما من علامة سقم القلب ومرضه، من علامة سقم القلب ومرضه. ولهذا يقول: وأيضا من علامته أي صحة القلب إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال، إذا جاء وقت الصلاة وحضر وقت الصلاة لذي الجلال سبحانه وتعالى وأحرم داخلا فيها. أحرم أي كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال أي من أحوال الصلاة. يحرم أي يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في هذه الصلاة دخول عبد منيب أي راجع
إلى الله مقبل على طاعته سبحانه وتعالى ونيل رضاه، يؤدي صلاته بخضوع وذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، قائما وراكعا وساجدا، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. فإذا أحرم في الصلاة داخلا فيها بقلب منيب خاضع تناء همه والغم عنه بدنيا، تناء أي ابتعد، تناء همه والغم عنه بدنيا أي الدنيا كلها بجميع تفاصيلها تذهب عنه، تذهب عنه ولا يكون في قلبه شيء منها. كيف لا وهو قال الله أكبر في تحريمه، في تكبيرة الإحرام، الله أكبر أي من كل شيء، فكل شيء يتساقط وكل شيء يذهب ولا يبقى في قلبه إلا تكبير الله وتعظيمه وتقديسه والانشغال بذكره سبحانه وتعالى. تناء أي ابتعد عن همه والغم عنه بدنيا، تضمحل إلى زوال أي تذهب عنها هذه الدنيا المضمحلة الزائلة الفانية التي لا تبقى للعبد ولا يبقى العبد لها، فلا ينشغل بها. مع أن بعض الناس يبدأ بحساباته وأعماله وترتيب مصالح الدنيوية في صلاته، في صلاته ينشغل بدنياه، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للعبد في صلاته إلا ما عقل منها. وأعظم الناس أجرا في الصلاة أكثرهم لله ذكرا، وكل ما كان أكثر ذكرا لله بقلبه ولسانه كان ذلك أعظم في أجره. وإذا كان في صلاته منشغل القلب فليس له من صلاته إلا ما عقل من صلاته. ثم يكون شأنه في الصلاة أنه يجد الراحة والسرور وقرة العين، ولهذا يقول الناظم وافى راحة وسرور قلب، وافى أي وجد، وافى راحة وسرور قلب أي وجد راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي. هذه أمور يجدها في صلاته كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة راحة للقلب وطمأنينة للنفس وسعادة ولذة للعبد، فهو يجد فيها راحة ويجد فيها سرور ويجد فيها قرة عين ويجد فيها نعيم بال. إذا كانت هذه المعاني العظيمة وجدت أو وجدها في صلاته، كيف يكون شأنه عندما يريد أن يخرج من الصلاة وينتهي؟ كيف يكون شأنه إذا أراد أن يخرج من الصلاة وتنتهي هذه الصلاة التي وجد فيها الراحة والنعيم واللذة وقرة العين وراحة البال؟ قال رحمه الله ويشتد الخروج عليه منها عندكم ويشق، لا وهذا موجود في نسخة من نسخ المنظومة وفي نسخة أخرى ويشتد وهو أولى موافقة للمتن الذي أو لكلام ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم قال أنه إذا دخل في صلاته ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. قال ويشتد الخروج عليه منها، اشتد الخروج عليه منها أي يجد شدة في الخروج من هذه الصلاة، في الخروج من هذه الصلاة، فيرغب جاهدا في الابتهال، في الابتهال بقطع الهمزة في الابتهال للضرورة الشعرية، فيرغب جاهدا في الابتهال أي يرغب كما قال الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وخاتمة الصلاة
وهو ما قبل السلام من أحرى مواطن الدعاء والإجابة، فيتحرى قبل أن يسلم ويخرج من صلاته يتحرى الإلحاح على الله بالدعاء والإلحاح على الله بالسؤال. وكم هو عظيم الدعاء في هذا الموطن قبل السلام، لأنك قدمت وسائل عظيمة بين يدي هذا الدعاء، قيام بتلاوة القرآن وحمد الله والثناء عليه وسجود وركوع وسجود، وقدمت بين يدي هذا الدعاء مقدمات عظيمة ووسائل جليلة مباركة، فهو من أحرى أوقات الدعاء، والدعاء فيه مستجاب ولا يرد. من مواطن إجابة الدعاء ما قبل السلام، آخر الصلاة ما قبل السلام، هذا مواطن إجابة الدعاء، فيرغب جاهدا في الابتهال أي إلى الله بالسؤال والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بسؤاله خيري الدنيا والآخرة. وحول هذا الموضوع ومكانة الصلاة وأهميتها وتعظيمها طبع لي كتاب في هذه الأيام بعنوان تعظيم الصلاة، بعنوان تعظيم الصلاة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر إرسال نسخ وتصل إلى الإخوان. كنت أردت أن آتي بشيء منها معي ولكن غفلت عن ذلك وقت السفر، لكن لعلها إن شاء الله تصل إلى الإخوان. نعم. قال رحمه الله: وأيضا من علامته اهتمام بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص يحرص بالكمال، أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال ثمة لا يبالي، بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي، وتصحيح النصيحة غير غش يمازج صفوها يوما بحالي، ويحرص في اتباع النص جهدا مع الإحسان في كل الفعال، ولا يصغي لغير النص طرا ولا يعبى بآراء الرجال. فست مشاهد للقلب منها علامات عن الداء العضال، ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال، ويشهد منه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال. فقلب ليس يشهدها سقيم ومنكوس لفعل الخير قال، فإن رمت النجاة. نعم نعم. هذه الأبيات ذكر فيها رحمه الله تعالى العلامة السادسة من علامات صحة القلب، ونظم فيها قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، ومنها أي علامة صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيها والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تفصيل جميل أنصح بمطالعته وقراءته في رسالته التي بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، رسالة مطبوعة لابن القيم بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وهي رسالة ثمينة وقيمة ونافعة جدا ومشتملة على وصايا عظيمة جدا أوصى بها ابن القيم رحمه الله تعالى أحد إخوانه، فنفع الله بها نفعا عظيما. ومن جملة فوائد هذه الرسالة تفصيل نافع لهذه المشاهد الستة التي لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. يقول الناظم رحمه الله: وأيضا من علامته أي علامة القلب السليم اهتمام بتصحيح المقالة
والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص. هذا كله جملة واحدة يهتم بتصحيح المقالة، أي تصحيح أقواله، وتصحيح أيضا أفعاله، وتصحيح أعماله، وتصحيح نياته ومقاصده. كل هذه يصححها على الإخلاص، أن تكون أقواله وأفعاله وأعماله ونياته خالصة لله، لا يبتغي بشيء منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو الاتيان بالعمل والقول والنية صافيا نقيا، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيهتم بتصحيح هذه الأمور على الإخلاص، ويحرص بالكمال أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال، يكون حرصه على كون الأعمال بنية صحيحة وخالصة لله تبارك وتعالى أشد من العمل نفسه، أشد من عنايته بالعمل نفسه، لأن العمل وإن كان متعددا وكثيرا ومتنوعا إن لم يكن قائما على الإخلاص لم يقبله الله. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإذا صاحب القلب السليم يحرص حرصا شديدا على الإخلاص وتصحيح العمل أشد تحرصا منه على العمل نفسه. قال: أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال ثمة. لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي، أي أنه تقع منه الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يبالي بعد ذلك بإفراط مفرط أو تفريط مقصر، لأنه جاء عمله وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. فولا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وتصحيح النصيحة غير غش، يمازج صفها يوما بحالي، أي مما يعتني بتصحيحه، هو يصحح عدة أمور يعتني بتصحيحها، ذكر الإخلاص وذكر النصيحة، تصحيح النصيحة بحيث يكون ناصحا في العمل. وفي الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيصحح النصيحة فلا يكون في عمله غش، غير غش يمازج صفوها يوما بحالي، أي باستمرار، وهو يجاهد نفسه على وقوع العمل على النصيحة التي هي السلامة من الغش، فلا يمازج صفوها، أي صفو هذه الأعمال، غش بحال في أي يوم من الأيام، في أي يوم من الأيام. ويحرص في اتباع النص جهدا،
ويحرص في اتباع النص جهدا، أي يجاهد نفسه على الاتباع لهدي النبي الكريم وسنته القويمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو مجاهد نفسه على الاتباع لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مع الإحسان في كل الفعال، مع الإحسان في كل الفعال، أي يجاهد نفسه على وقوع العمل على الإحسان. والإحسان هو الإتقان والإجادة، وله ركن واحد جاء بيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا يصغي لغير النص طرا، ولا يصغي أي لا يستمع لغير النص، لأن عمله إنما هو بالنص، والمراد بالنص كلام الله وكلام رسوله، والمراد بالنص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يصغي لغير النص طرا، ولا يعبى بآراء الرجال، أي لا يبالي ولا يكترث بآراء الرجال، لأن المقدم عنده هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فست مشاهد للقلب، منها علامات عن الداء العضال. فست مشاهد للقلب، منها علامات عن الداء العضال. مر معنا أن ابن القيم رحمه الله لما أشار لهذه المشاهد الست قال: لا يشهدها إلا القلب الحي السليم، لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. فهذه علامات عن الداء العضال، أي علامات على سلامة القلب ووقايته من الداء العضال. يضاف إلى ذلك في هذه المشاهد ما ذكره بقوله: ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال، من الفضال، أي كل ما يقوم به من أعمال وعبادات وطاعات وأذكار وغير ذلك يشهد فيها منة الله عليه، كما كان الصحابة يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فيشهد منة الله عليه، ودائما يحمد الله أن هداه وأن يسر عليه، يسر له ومن عليه، يشهد منة الله عليه بالتوفيق للعبادة وتيسير الطاعة والعون على الذكر والشكر، فيشهد المنة، منة الله عليه. وشهود المنة يطرد العجب، يطرد العجب، عجب الإنسان بنفسه وعمله، إذا شهد المنة طرد عن نفسه العجب، والعجب آفة عظيمة مهلكة للإنسان، كما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. ويشهد منه، أي من نفسه، تقصيرا وعجزا، هذا أمر آخر يشهده، وهو أنه يشهد من نفسه تقصيرا وعجزا، تقصيرا في العبادة وقصورا في القيام بها، تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال، يشهد نفسه دائما وأبدا أنه مقصر في جنب الله، وأن حق الله عليه أعظم من هذا الذي قام به، فيشهد نفسه دائما في مشهد التقصير. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات ست مشاهد، ست مشاهد. المشهد الأول، تابعوها معي من الأول مرة أخرى، المشهد الأول الإخلاص، ذكره في قوله: على الإخلاص، ذكره في قوله: بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص. عند قوله على الإخلاص نكتب رقم واحد، هذا المشهد الأول. المشهد الثاني ذكره في البيت رقم 26، قال: وتصحيح النصيحة، هذا هو المشهد الثاني. والمشهد الثالث ذكره في البيت الذي يليه: ويحرص في اتباع النص، وهو المتابعة لهدي النبي
الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم في البيت نفسه ذكر المشهد الرابع وهو الإحسان، قال: مع الإحسان في كل الفعال. ثم ذكر المشهد الخامس وهو شهود المنة، ذكره في البيت رقم 30: ويشهد منة الرحمن، هذا نكتب عليه رقم 5. والمشهد السادس في البيت الذي يليه شهود التقصير، ويشهد منه تقصيرا وعجزا. وهذه المشاهد الست ذكرها ابن القيم رحمه الله في الكلام الذي قرأناه، وهو قوله: فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ست مشاهد، فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وأشرت أن ابن القيم رحمه الله له كلام جميل ونافع جدا في توضيح هذه المشاهد الست، ذكرها في كتاب أو رسالة له بعنوان رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه. ختم هذه المشاهد الست بقوله: فقلب ليس يشهدها سقيم. قلب ليس يشهدها سقيم، قلب سقيم إذا كان لا يشهد هذه المشاهد الستة فهو قلب سقيم، ومنكوس لفعل الخير قالي، ومنكوس لفعل الخير قالي أي مبغض. فالقلب السليم هو ذلك القلب الذي يشهد هذه المشاهد الست العظيمة. قال رحمه الله: فقلب ليس يشهدها سقيم، ومنكوس لفعل الخير قالي، فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، نعيما لا يبيد وليس يفنى، بدار الخلد في غرف عوالي، فلا تشرك بربك قط شيئا، فإن الله جل عن المثال، إله واحد أحد عظيم، عليم عادل حكم الفعال، رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال، شديد الانتقام بمن عصاه، ويصليه الجحيم ولا يبالي. نعم، من هذا البيت أو هذه الأبيات وما بعدها بدأ رحمه الله تعالى بذكر خلاصة لعقيدة أهل السنة. وعرفنا أنه رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر أنه ختم هذه الأبيات بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا مر معنا في أثناء هذه الأبيات إشارة إلى أنه رحمه الله تعالى ختم هذه الأبيات بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك في قوله في البيت السابع: وذكر للعقيدة في المقال، وذكر للعقيدة في المقال. فهنا من هذا البيت بدأ بذكر خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولعلنا الآن نكتفي بهذا القدر، و يكون المجلس الذي بعد العشاء بإذن الله عز وجل نقرأ فيه هذه الخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا موضوع جديد فنبدأ بداية جديدة متجددة بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب.